تانية لأخبارنا، أخبارنا الخاصة بنادي الزمالك. نادي الزمالك اللي بدأ بيركز الفترة دي وبدأ يقفل على نفسه، بيعلن أن مسحة يوسف أوباما سلبية. يوسف أوباما طبعاً اللي كان بيعاني من الإصابة بكورونا، اتعملت المسحة وأثبتت المسحة الطبية الأخيرة أن هي سلبية، ده بعد تعافي طبعاً الونش كان قبل منه برضو نتيجة المسحة بتاعته طلعت سلبية، وبدأ يرجع مرة تانية للفريق استعداداً طبعاً لانطلاق الموسم الجديد. وحتى الآن لسه عبدالله جمعة هو اللي مصاب بكورونا، يعني النتيجة اللي عملها لسه ما تحددتش. ومن ناحية تانية أونجم ومحمد أشرف فاروق الاثنين في الفريق بيعملوا تأهيل أو تدريبات علاجية وتأهيلية للاستعداد أيضا لخدمات الفريق. الاثنين كان عندهم إصابات وبيعانوا من إصابات وبيستعدوا للعودة للتدريبات في الفترة المقبلة. ثلاث إصابات اللي عند نادي الزمالك، الونش تعافى وأوباما خلاص كمان مسحته سلبية، يتبقى عبدالله جمعة. أتمنى له كل الشفاء بإذن الله، الشفاء العاجل.